انا عاوز تقول وتقرا عشان ايه بقى كده كربل دي يعني حاول ايه عباره عن ايه ده شايف كربل جوينت وعظمه فوقيه مكسوره ايه العظمه فوق الكربل هيومرس ايه اللي فوق الكربل هيومرس ايوه ليه دي اسمها قلنا غير مكتمله قلنا وصلت لغايه هنا ومش مستمره لا هي كوين ولا هي ماشيه وصلت لغايه هنا ولا حاجه غير مكتمله كوين 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 وشايف بنيت اهو مالتو ده لاترال ابديت اهو وفي مسامير وفي نفس الكسره اهو ومثبتينه ده عباره عن كومبليت سنجل ترانسفيرس دايفيزيه للفراكشر اوف ذا ليديوم وذ بريزنس اوف انترنال فيكسيشن هتاخد ان شاء الله الكسور وهتاخد في اكسترنال يعني هلف من بره الكسوره من الخارج وفي انترنال وهفتح واوصل لغايه العظم وابدا ايه اعمل بليت اوت سكور نعم قول يا حبيبي ملهاش ايه؟ ملهاش جوه امباكشا امباكشا لا لا مفيش امباكشا بس دي حته عظم صغيره كده شروخ بس لسه ما وصلهاش لسه بس بلاش امباكشا اللي بقى احنا جوه مع بعض